الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وضاب الصف الأول الثانوي بثانوية دار الثقافة الأهلية. أهلا ومرحبا بكم مع درس من دروس الكفاية النحوية. كنا قد تحدثنا عن الجملة الإسمية ومكوناتها، تتكون من مبتدأ وخبر، وقلنا أن المبتدأ واسم صريح أو ظاهر يقع أول الجملة محمد مجتهد، وقلنا قد يأتي ضميرا منفصلا أنا طالب مجد هي طالبة مجدة. وتحدثنا وعرفنا أن الخبر هو وصف متمم لمعنى الجملة، وصف الحديقة، ما لها الحديقة؟ إيه صفتها؟ مثمرة. الولد ماهر مؤدب. طيب، والخبر له ثلاثة أقسام، إما أن يكون خبر جملة أو شبه جملة أو مفرد. الخبر الجملة الإسمية يكون مكون من جملة كاملة، أو الدين عماده الصلاة. الدين مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، هو مبتدأ أول، عماده مبتدأ ثاني، الصلاة خبر للمبتدأ الثاني لعماده، وجملة عماده الصلاة خبر للمبتدأ الأول. بقول على هذه الجملة خبر جملة اسمية. عرفت منين ان هي جملة اسمية؟ كلمة عماد اسم ولا فعل؟ طبعا اسم. عرفت منين؟ ادخل عليها العماد، ادخل عليها التنوين، عماد قبلت التنوين وقبلت ال، يبقى هذا اسم، اعرف ان هذا الخبر خبر جملة اسمية. الخبر الجملة الفعلية مثل المسلم يحافظ على صلاته، الطالب يذاكر دروسه، المعلم يشرح دروسه. المسلم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، يحافظ فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يحافظ هو. وجملة يحافظ هو على صلاته خبر جملة فعلية. عرفت منين اللي هي خبر جملة فعلية؟ من الفعل يحافظ. طيب، يبقى أنا عرفت دلوقتي النوع الثاني من أنواع الخبر، أن الخبر قد يأتي جملة فعلية ويأتي جملة اسمية. جملة فعلية يبدأ بفعل، وجملة اسمية يبدأ باسم. أقول الطالبات درجاتهن مرتفعة، دي خبر درجاتهن مرتفعة، دي خبر جملة اسمية. الأولاد يلعبون الكرة، خبر جملة فعلية. طيب، ويشترط في خبر الجملة أن يشتمل على ضمير يعود على المبتدأ. لما قلت الدين قلت عماده، ما قلتش عمادها، لابد أن يكون هناك ضمير، هذا الضمير اللي هو الهاء يعود على المبتدأ في الجملة الأولى، خلاص. وكذلك المسلم يحافظ هو، اللي هو الضمير المستتر، هو دي المقصود مين؟ المسلم، هذا الضمير يعود على المسلم. النوع الثاني وهو الخبر شبه جملة. خبر شبه جملة إما أن يكون جار ومجرور أو ظرف زمان أو مكان. مثال: أقول الإمام على المنبر، القلم على الطاولة، السيارة في الشارع، الأولاد في الفناء. يبقى الإمام مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره، على حرف جر، المنبر اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة، والجملة من الجر والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ. مثال على الظرف، يبقى يوم ما أقول لك هنا نوع الخبر ايه، تبص كده تطالع تحصل حرف جر واسم مجرور، يبقى دي خبر شبه جملة جر ومجرور، لازم تقول لي كده. او خبر شبه جملة ظرف زمان، الامتحان غدا، العشاء مساء. وقلنا الكلمات اللي بتدل على ظرف الزمان: غدا وأمس وصباحا ومساء وليلا ونهارا وسنة وشهر وأسبوع وقبل وبعد، كل دي كلمات تدل على الظرف. الامتحان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره،
غدا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ. مثال على ظرف المكان، أما أقول العصفور فوق الشجرة، القلم بين الكتب، يبقى فوق وبين ظرف مكان في محل رفع خبر المبتدأ. أما الخبر المفرد وهو ما ليس جملة ولا شبه جملة، يعني ما هوش جملة ولا شبه جملة، يعني كلمة واحدة أهو. الفراغ نعمة، العلم نور، الليل والنهار آيتان، المصلون خاشعون في صلاتهم. حتى وإن كانت هذه الكلمة اللي هو الخبر مفرد مثنى أو جمع، المقصود هنا بالمفرد ليس المقصود به العدد مثنى أو جمع، ولكن المقصود به كلمة واحدة تأتي بعد المبتدأ، كلمة واحدة مش جملة زي ما شفنا قبل كده. في مقابل أن الجملة وشبه الجملة وليس لها في مقابل المثنى والجمع، يعني المقصود بها أن هي كلمة واحدة ليس المقصود بها العدد. الفراغ نعمة، الفراغ مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، نعمة خبر مفرد مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الليل والنهار آيتان من آيات الله، الليل مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة، الواو حرف عط، النهار اسم معطوف على الليل مرفوع، آيتان خبر المبتدأ مرفوع، خبر المبتدأ مرفوع على مترفعه الألف لأنه مثنى. كذلك كلمة المصلون خاشعون، المصلون مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره، خاشعون خبر المبتدأ مرفوع على مترفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. إذا نستنتج، لما أقول لك استخرج من هذه الجملة بين الخبر في هذه الجمل بين نوع الخبر، تقول لي نعمة خبر مفرد، آيتان خبر مفرد، خاشعون خبر مفرد لأنه كلمة واحدة. هذا هو ملخص لما تم دراسته في هذا الدرس. الخبر الجملة جملة اسمية وجملة فعلية، الدين عموده الصلاة، عموده الصلاة جملة اسمية بدء باسم، جملة فعلية المسلم يحافظ على صلاته، يحافظ على صلاته خبر جملة فعلية لأنه بدء بفعل. الظر الجملة شبه الجملة، الخبر شبه الجملة إما أن يكون ظرف أو جار ومجرور، ظرف زمان، ظرف مكان، ظرف زمان الأذان بعد ساعة، الخبر هنا بعد ساعة ظرف زمان، السيارة أمام الباب، أمام الباب هنا ظرف مكان، خبر ظرف شبه جملة ظرف مكان. الجر والمجرور، المعلم في الفصل، في الفصل الخبر هنا شبه جملة جار ومجرور، والخبر المفرد وما لم يكن جملة ولا شبه جملة. مثال حاضر الطالبان، حاضران، الولدان ناجحان. نكتفي بهذا القدر ونكمل في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.